انا مرت محارب سابق في الصحراء، في الصحراء حياته كامله دوزها في الصحراء. ملي جات سطو ليا مريض، ملي جا مريض وليت نعاني بالمرض، ما حيلتي ليه ما حيلتي ولدي انديكابي. انا عييت بصاريف 1000 درهم، واش لاش عقل ارمله 1000 درهم؟ وملي ماتت المعاناه كانوا خلاوني 30000 ريال، قالوا لي هاك قن باش نقبي راسك، ولو لو خلاوني 15000 ريال، قالوا لك تكميليه، واش تكميليه ب 10000 ريال 1000 درهم؟ لا تعقل. هاد الناس هجرونا، قتلونا، قتلوا اليتيم، قتلوا الارمله، حنا باقي حقنا وحق ولادنا وحق رجالنا، حنا ما ساكتين ما فاكين، وحنايا هاد الخطره غنجيبوا الاوراق من التقاعد، وكل ارمله تجيبوا الورقه ديال التقاعد وغيشوفوا، غيشوفوا الاجر ديالنا شحال كنشدوا، باش تعرفوا العالم كامل، حنا باقي حقنا وحق ولادنا وحق رجالنا اللي ماتوا واللي ضحاوا، حياتهم كامله في الصحراء، كامله. نحن هنا من اجل اشياء كثيره، ولكن باختصار بالله على السلطات، من كنشوفوا ارمله الزوج ديالها استشهد من اجل ماذا؟ من اجل وحده ترابيه. اين هي العنايه بابناء الشهداء والارامل اللي سيدنا دايرهم فوق الراس ديالو؟ راه عار. انا اللي كنتكلم اسير، والزوجه ديال خويا شهيد الله يرحمه، وجاو يخرجوها من الدار، وان قلت زوجه اخي فهذا يعني الارامل من وجده حتى الدخله. نوجه نداء لصاحب الجلاله نصره الله باش تكون واحد الالتفاته، التفتة قوية لهذه الشريحة التي ضحت بالغالي والنفيس وأبنائهم. الآن راه ما يمكن مرأة الزوج ديالها استشهد تمشي دير الميناج باش تقري ولادها. راه هاد الناس كيطالبوا بالتقاعد زيدهم شي شوية، كيطالبوا بلا ريفورم بالمعاش زيدهم شي شوية، كيطالبوا بالسكن الكريم. هذا راه الدستور يخول هذا. اليوم ولله الحمد جينا يعني وقفة احتجاجية سلمية وطنية اللي كيشهد لها الإخوة، اللي كيشهدوا لها الإخوان ديالنا من طنجة حتى للقويرة، جاوا باش يعبروا يطالبوا بالمطالب ديالهم المشروعة. هذا حق مشروع، هذا حق مشروع، خصنا نطالبوا بأي طريقة، لأن هاد الشريحة ما كاينش اللي كيدافع عليها، لا من الحكومة، لا من المؤسسة، لا من النقابات، لا من النقابات، ولا كذلك حتى من الجمعيات. حنا كنطالبوا وكندوا، وربما حنا كنديروا وقفات وكنضموا راسنا براسنا. حنا عندنا مسائل كثيرة كنطالبوا بها، عندنا ملف مطلبي اللي كيحتوي على عدة مطالب. أولا قضية تحسين الوضعية المعيشية ديال هاد المتقاعدين اللي كنشوفوا تجميد المعاش ديالهم بقانون، بواحد القانون مجحف اللي هو 0371 اللي كيجمد المعاشات. نطالب برفع هذه القضيه ديال تجميد المعاشات. كنعرفوا المستوى المعيشي وحنا نعيش على عتبه الفقر المدقع، كتعرفوا المستوى ديال المعيشه، ارتفاع المواد الاساسيه، كنعرفوا الارتفاع ديال المواد الاساسيه بواحد الطريقه صاروخيه، للانسان ما غاديش يتماشى مع هذا العيش. كتشوف بانه هون المعطوب بالدليل، كتشوفوا بالدليل ها هو، كتشوف كتلاحظوا مكان الاعاقه باش ما مطاشين العروق، الصفايه ديال الدم محيده، وبالتالي كيعطيك نسبه 55%، والرابور دوكور فيه سنه كامله اوسبيتاليزي، وبالدليل كيقول لك دي طبيب انا راه عندك ديفينيتيفمون ما يمكنليش نزيدك. واش هي ديفينيتيفمون ولات كانه هو داير جريمه؟ الى عاد داير جريمه قولوها لنا. واش كتمشي عند الطبيب وكيقول لك سيدي انت عندك ديفينيتيفمون ما يمكنليش نزيدك؟ راه حرام هذا، والله الا حرام، هذا حرام، ورانا كندوا به ولا يتم الندوا به، وندوا بحقوق قدماء المحاربين وقدماء العسكريين بانواع صفاتهم.